توكسيك. حاجة غلط ما يعملهاش. مش حاجة غلط ما يعملهاش. أي كان الموضوع بالنسبة لي علشان الدور كان مختلف، كنت متحمس إن أنا أعمل حاجة. أنا دايما ببقى متحمس إن أنا أعمل حاجة مختلفة، وكان أول مرة يجي لي التركيبة دي، فكنت متحمس ليها قوي. يعني قابلت في حياتي أو شفت في حياة ناس تانية، وشفت شفت ده قبل كده، شفت العلاقات دي قبل كده، شفت ده شربيني ده قبل كده، بس طبعا بتفاصيل مختلفة، بس شفته. وشفت علاقته بسلمى، وشفت علاقته بياسين، وده موجود في الواقع كتير جدا. انا اعتقد ان المسلسل يعني بيطرح هو خطر لانهي مدى يعني، وهي دي احلى حاجه. المسلسل بيتكلم في قضايا وبيطرح قضايا موجوده دلوقتي. حاجه حلوه جدا ان المسلسل بيطرح فكره عشان المجتمع ياخد باله منها ويبدا يعالجها، سواء فكره التربيه او فكره ان الست بعد ما تتجوز ممكن تتجوز تاني، ما ينفعش تبقى حابسه نفسها على طول. والتربيه بتعمل ايه في الشباب، حتى يعني سواء مع ياسين او مع شربيني، هما الاثنين تربيتهم مختلفه تماما عن بعض. ده نموذج وده نموذج، والاثنين مش صح. ففكره حلوه ان هم ان هي تجيب الفرق حتى ما بين التربيتين، عشان الناس تاخد بالها انه ده غلط وده غلط.